بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي السادة الوزراء محافظو ونواب محافظي الدول العربية لدى الهيئات المالية العربية، السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات المالية العربية وقياداتها التنفيذية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الترحيب بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 التي تنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي الذي انتهز هذه المناسبة لتقديم عظيم الشكر لسيادته على دعمه المباشر لعمل مصر في مؤسسات التمويل العربية، وتوجيه سيادته بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات. السيدات والسادة، لقد باتت مؤسسات وهيئات التمويل العربية تتسم بهوية متميزة وطبيعة تنموية منفردة وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي، ومما يؤكد على ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات الميسرة للمشروعات التنموية، كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا العربية. ولا شك أن هذه النسخة من الاجتماعات ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، وسنتشارك معا الأفكار من أجل تعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصا بعدما تصدر العمل المناخي أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية. الحضور الكريم، لقد قامت الهيئات والمؤسسات المالية العربية بتوفير الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي. وفي هذا السياق فإن مصر قدمت نموذجاً للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعماً لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية. أنوه في هذا الشأن إلى التعاون الكبير مع مؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجاً طموحاً بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال للحصر مشروع التجمعات التنموية، منظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر الأكبر من نوعها في العالم، التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة. ومن أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبد اللطيف الحمد التنموية المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي. وتجدر الإشارة أيضاً أن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، وهنا ننوه إلى المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي، مما يعزز مصادر الطاقة ويؤسس للربط العربي الشامل. السيدات والسادة، اطلعنا جميعاً على أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة الذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة التمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا إلى أكثر من 4 تريليون دولار حالياً، نتيجة التطورات الجيوسياسية والكوارث المناخية والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي، تزامناً معه زيادة هائلة في حجم التمويل للمناخ المتاح. وبينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف مطلباً دولياً لا يمكن الاستغناء عنه ومحوراً رئيسياً من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية،
نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة. وفي هذا الصدد، فإن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية ودعم أنشطتها المتنوعة سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي. ولقد أصبحت الهيئات المالية العربية كتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدي للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات بالإضافة إلى ضيق الحيز المالي. السيدات والسادة، إن التحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في وقتنا الحالي تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استراتيجياتنا الوطنية. وفي الختام، نحن على ثقة في أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.